مواطن سلطت عليه وزارة الداخلية إجراء حدودي، إجراء إمنع السفر والتنقل دون إذن قضائي، ترفض وزارة الداخلية مدة نسخة من القرار مع استمرار إعلامه بالقرار المذكور بطريقة شفهية. ما الذي يتوجب على المتضرر القيام به في كل المراحل للحصول على نسخة من القرار المذكور الذي يمس من حق الدستور؟ سي ان بروبليم كبير ساعات اللي كونه تو هنا ربما تبدا ما فماش اصلا وثيقه مكتوبه بتحجر السفر العماني بالامر هذه ما فماش. لكن او ميم طون هو معني بالامر يجي باش يسافر يمنعوه قال شنو فما انتديكسيون دو هذه سي ان غران بروبليم. بون فما المحكمه الاداريه شافت راي ونظرت وانصت برشا ناس في الاتجاه هذا. مي يلزم زاد وزاره الداخليه معناها تراجع معناها طريقه العمل نتاعها دون سو سونس. اذا كان معني بالامر فما قرار صريح في التحجيل هو مبدئيا لو التحجيل هذا يتم معناها بقرار قضائي. ينجم في حالة الطوارئ يتم بقرار هو وحتى كان فما قرار اداري يا خويا انت كوزاره الداخليه ما تخليت قرار في الشخص هذا يتحمل مسؤوليتك انت واعطيه نسخه منه قرار شنو المشكل اذا كان موجود اما مش تعمل شفاهيه وتقول له ليه انت اعطيني هو يحب يطلع يحب يمارس حقه في التقاضي دونك معناتها يفو فريمون معناتها شانجي سيت موفيز تري موفيز باتيك. لان الفصل 17 من قانون نفاذ المعلومه يقول ان اذا كان المطلب نفاذ المعلومه فيه تاثير على حياه شخص او على حريته فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك اثر كتابي بصفه فوريه على ان لا يتجاوز ذلك اجل 48 ساعه من تاريخ تقديم المطلب وتعديل الرفض.